مساء الخير. طقس ربيعي مستقر ورطب عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وبيبدأ بالتقلب يوم الأربعاء المقبل، حيث في احتمال وصول منخفض جوي حامل معه تساقط أمطار متفرقة ببعض المناطق وانخفاض بدرجات الحرارة. تابعوا نشراتنا يومياً لنوفيكم بكل جديد على الجديد. الحرارة الليلة معتدلة، رطوبة مرتفعة، البحر متوسط الموج وحرارة مياه 28 درجة. الليلة طقسنا غائم جزئياً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وتكون ضباب على المرتفعات القريبة للساحل نتيجة الرياح الجنوبية الغربية اللي بتحمل رطوبة البحر المتوسط وبتأثر على الجبال. لبكرة التنين بيبدأ أسبوعنا بطقس غائم جزئياً مع استقرار بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة عالية وغطية قوية على الجبال بفترة الليل. بنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 23، على المرتفعات 18، بالبقى 14، والأرز 11 درجة. بنبقى بجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية، راح ب 28 التل 30 درجة، النوبين 21، العقورة 23، 31 بعرسال كفردبيان 21 درجة، عوكر 28، أرز الشوف 25، ومشغرة 29. الرطوبة بتتراوح بين 60 و90%، حرارة سطح المي 28 درجة، وسرعة الرياح بتتراوح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة. الرياح عم تكون جنوبية غربية. كيف رح يكون الطقس لبكرة واليومين يلي جايين؟ نهار التنين بتتراوح بين 23 و29 درجة، بتبقى للتلاتة مع 23 و29. أما نهار الأربعاء فبتتراوح بين 22 و27 درجة مع احتمال تساقط أمطار. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. نبدأ جولتنا مع الكويت و 47، عمان 33، قاهرة 40، الجزائر 26 درجة، ومننهي الجولة مع روما 31، برلين 29، ولندن 28 درجة. وهون بنكون وصلنا لنهاية نشرتنا الجوية.